لطالما أكدت أن العلاقات المصرية الإثيوبية الممتدة عبر آلاف السنين إنما تقوم على وشائج أزلية من الأخوة والصداقة والمصالح المشتركة، ويربطهما نهر النيل العظيم الذي كان ويجب أن يظل رابطا للتكامل والتعاون ومصدرا رئيسيا للحياة. هذا ما اتفقنا عليه. أهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. هذه إطلالة جديدة دوما من الآن تأتيكم لتسليط الضوء على آخر وأبرز التطورات والمستجدات الجارية على الساحة الداخلية، فضلا عن التطورات في المحيطين الإقليمي والدولي. أسعدتم أوقاتا من جديد. أكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي أن أنشطة الاتحاد الإفريقي خلال عام 2019 ستشهد انطلاقة قوية وفاعلة ونقلة نوعية تحت رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وستعكس الخبرات المصرية بالاهتمام الكبير الذي توليه تجاه قضايا قارتها. أضاف المتحدث باسم الرئاسة في تصريحات له أن الدورة 32 لقمة رؤساء الدول والحكومات الإفريقية التي تستضيفها العاصمة الإثيوبية الأحد المقبل ستشهد تغيرات ملحوظة في العمل الإفريقي المشترك لصالح قضايا القارة، بعد أن كان العمل الإفريقي المشترك طوال العقود الماضية من بين أهم القضايا والمسائل التي تبحث دوما، وهم الاتحاد الإفريقي ومن قبلها منظمة الوحدة الإفريقية، حيث كانت تركز في الأساس وبنسبة كبيرة على قضايا الأمن وحل النزاعات الحدودية والحروب بين الدول، فضلا عن الاحترابات الداخلية. أشار راضي إلى أن كل هذه المشكلات أدت إلى عدم وجود إسهام لنقاش حول القضايا التنموية التي تهم أبناء القارة كموضوعات التعليم والصحة والابتكار وخلق فرص عمل جديدة، وهو ما لم يكن له نصيب في السابق بسبب طغيان كل القضايا التي كانت مرتبطة بالصراعات داخل القارة الإفريقية. تترأس مصر إذن أعمال هذه القمة الإفريقية. بدءا من الأحد المقبل سيتسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الاتحاد الإفريقي لعام كامل تكون فيها مصر هي الممسكة بزمام الأمور تحت رئاسة لهذه القمة يترأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي إذن كما هو معلوم. من أديس أبابا تنضم إلينا الدكتورة أماني أبو زيد، مفوض البنية التحتية والطاقة بالاتحاد الإفريقي. دكتورة أماني أهلا وسهلا بحضرتك. أي القضايا المرتبطة بهذين الشقين تحديدا، البنية التحتية داخل القارة الإفريقية والطاقة، وهما محوران أساسيان في بحث قضايا التنمية ربما يكون مدرجا على أجندة حوار الزعماء؟ أولا مساء الخير، أحييكم جميعا من أديس أبابا، ونحن نستعد بشكل قوي للقمة الإفريقية التي ستعقد كما حضرتك تفضلت وقلت يوم 10 و11 فبراير. التحضير للقمه طبعا بنبدا بالمجلس التنفيذي، وهو المكون من وزراء الخارجيه للدول الاعضاء، وهو منعقد انعقد بالامس وما زال منعقدا اليوم، ينتهي اعمال اليوم ان شاء الله. الموضوعات اللي هي الخاصه بالطاقه والبنيه التحتيه لا تنفصل عن باقي الموضوعات الخاصه بالقاره الافريقيه، حيث ان الهدف الاساسي والرئيسي للاتحاد الافريقي هو الاندماج القاره والاندماج الاقليمي للقاره والاقتصاد. وبالتالي في عام 2018 نحن اطلقنا 3 مبادرات على اعلى قدر من الاهميه. مبادره اتفاقيه التجاره الحره للقاره الافريقيه، المبادره الخاصه بحريه التنقل للاشخاص والبضائع، مبادره تحرير الطيران المدني الافريقي، وذلك بخلق بهدف خلق سوق كبير للمنتجات والبضائع والتبادل ما بين الدول الافريقيه وبعضها، والسماح بحريه التنقل. في هذا الصدد طبعا بالنسبه للبنيه التحتيه نحن بحاجه لتمويل ضخم جدا لاستكمال البنيه التحتيه الافريقيه، يقدر بعده مليارات من الدولارات في العام الواحد يعني من ما بين 100 ل 130 مليار دولار كل عام لمده 10 سنوات في البنيه التحتيه في افريقيا، ولهذا طبعا نحن نشهد كل الموارد والجهود بسبب لتحقيق هذا الهدف. نحن نعول كثيرا ايضا على طيب معلش دكتوره اماني، الحديث عن المحاور اللي اشرت اليها المرتبطه بتفعيل بعض الاتفاقات المرتبطه باتفاقيه التجاره الحره او حريه التنقل للبضائع والاشخاص او حريه الطيران المدني، كل هذه المحاور والمبادئ المهمه هل هي مرتبطه بالدرجه الاولى بتهيئه البنيه التحتيه اللازمه والملائمه لها ومن ثم يمكن الحديث عن كل هذه الاهداف، ولا يمكن المضي قدما فيها بالتوازي مع تطوير البنيه التحتيه اللازمه لها؟ هو انا اشك انها احد اهم المبادرات هي حريه الطيران المدني، وهو احد البنى التحتيه اللي هي الطيران اللي هو النقل الجوي نعتبره من البنيه التحتيه، وكل والتجاره لن تعمل الا بالربط بين الدول وبعضها، اذا محاور النقل على قدر هام جدا لنا، وايضا الربط الالكتروني لان التجاره الالكترونيه هي ايضا او التواصل الالكتروني هو اساسي لكل عمليات التبادلات والتفاعلات ما بين البلدان وبعضها. فاحنا هذا تعامل يعني حتى الان احنا ربطنا 17 دوله بالياف الالكترونيه، الربط الالكتروني ايضا كما ذكرت 16 دوله فتحت الجويه امام البعض عشان حريه النقل المدني. ما زلنا نحتاج الكثير من الدعم المادي والفني لاستكمال مشروعات البنيه التحتيه وهي اساسيه. الطاقه ملف قوي وكبير جدا، ونحن يعني اقمنا عدد كبير جدا من المشروعات في مجال الطاقه، ولكن يلزمنا المزيد والمزيد ونعول كثيرا. دكتوره اماني، هي المتميزه جدا في هذا المجال القضيه الاساسيه التي ربما تشغل بال الكثيرين وهم يتحدثون عن افاق التنميه في افريقيا و إنشاء بنى تحتية لائقة بالقارة الإفريقية، الحديث بالضرورة عن قضايا التمويل، وحضرتك أشرتي إلى احتياج هذه القضايا لعشرات وربما مئات المليارات من الدولارات على مدى سنوات متصلة. هل هناك بحث جاد ومحكم لآلية تمويل هذه المشروعات الضخمة؟ فعلا الآليات التمويل عدة، ونحن يعني بنعيد صياغة التمويل وصياغة حتى الطريقة التي نبحث بها على التمويل، ولكن يلزم أيضا لقياده الاتحاد الافريقي ان تتبنى هذه القضايا يعني في كل المداخلات وكل المحافل الدوليه تؤكد على اهميه شحذ التمويل والدعم المادي والفني لمشروعات البنيه التحتيه الاقليميه. ولهذا يعني انا الحقيقه سعيت بالمقدمه اللي حضرتك قلتها انه ده هيكون برضه دور من الادوار الكبيره اللي هتقوم بيها او بتقوم بيها بالفعل مصر للقاره الافريقيه. طيب. بس كمان بأكد على موضوع التحول الرقمي لأن التحول الرقمي هو برضو يعني يمثل نقلة كبيرة للقارة الإفريقية في مجال البنية التحتية. طيب دكتور أماني، الحديث عن الربط بين الدول الإفريقية بين جزء حتى وإن كان ليس كامل القارة الإفريقية ولو حتى جزء بسيط من القارة الإفريقية بخطوط نقل سكك حديدية قد تكون ميسرة لنقل الأفراد ومن قبل ذلك ميسرة لنقل البضائع والغذاء مثلا بين دول القارة الإفريقية، ما يعني إسهاما ولو ضئيلا أو مقبولا على الأقل في الاكتفاء الذاتي للقارة الإفريقية وهي تعرف دوما بأنها سلة غذاء العالم. هل هناك طرح من هذا النوع ربط السكك الحديدية بين دول القارة الإفريقية؟ طبعا يا فندم، احنا نفذنا بالفعل اكثر من 4000 كيلومتر من السكه الحديد، وعندنا برنامج ضخم كبير جدا لربط السكه الحديد اللي هو القطار السريع عبر القاره الافريقيه. وخليني اقول انه البرنامج الافريقي للبنيه التحتيه قام بالفعل بتنفيذ اكثر من 113,000 كيلومتر من النقل البري، اكثر من 4000 من 44,000 كيلومتر في مجال النقل سكه حديد، اكثر من 113,000 فرصه عمل خلال حتى هذه البرامج. لا احنا البرنامج ويعدي طريقه الاحتياجات ضخمه جدا وتحتاج المزيد والمزيد، فما هواش بقدر ضئيل ولا حاجه، لا بالعكس احنا خطونا خطوات كبيره جدا في هذا المجال الحمد لله. طيب هل هناك حديث عن دول بعينها مشموله بالربط البري بين هذه الدول بعضها وبعض، او الحديث حتى عن ربط بالسكك الحديديه. وحضرتك اشرتي الى ان الاتحاد الافريقي ومفوضيه البنى التحتيه انجزت قدرا معتبرا من هذه المشروعات. ايوه فعلا، هو الربط شايف كل الدول الافريقيه وليس بعضها او بعض منها، وده موجود، خرائط موجوده منشوره محطوطه على يعني مش عارفه او على التليفون او عليها لحضرتك، انما هي الربط لكل البلدان وبعضها من خلال ما يسمى محاور اساسيه، يعني محور مثلا من الشمال للجنوب، محور من الشرق للغرب، محور ساحلي، محور يعني عده محاور، بحيث انه أضمن أن الدول الإفريقية يكون الربط بينها تم بالفعل في فترات وجيزة، بالإضافة للدول الجزرية، لأن أفريقيا فيها 7 دول جزر ونعول كثيرا على طيران نقل الطيران وعلى البنية الإلكترونية، لأن دي وسيلة الاتصال والانتقال بالنسبة للدول الجزرية. دكتورة أماني، سؤالي الأخير لحضرتك، إذا كانت دول الاتحاد الإفريقي والاتحاد الإفريقي كمؤسسة كاملة تصبو دوما لمزيد من التطوير في مجال البنى التحتية وهي بحاجة إلى ذلك، ماذا عن الدعم الذي تتلقاه القارة الإفريقية أو الاتحاد الإفريقي من الشركاء الإقليميين أو الدوليين؟ ماذا عن الدول التي تقدم دعما في هذه المشروعات أو الاتحادات الإقليمية والدولية التي من شأنها أيضا أن تقدم يد العون؟ طبعا احنا عندنا شراكات، عدد كبير جدا من الشراكات مع اكبر الشركاء في العالم، سواء الاتحاد الاوروبي او دوله زي الصين، او الذراع الاقتصادي للقاره الافريقيه وهو البنك الافريقي للتنميه، ايضا بنك التجاره الافريقي اللي مقره في القاهره، فعندنا عدد كبير جدا من الشركاء، انما احنا نسعى كمان لتطوير عمليه اللي هي جذب الموارد بحاجتين، حاجه ان الدول ايضا انها بتحديد الدول الافريقيه بتحديد المناطق قرر الاستثمارات، دي واحد. 2 ان احنا نبحث عن اللي هي مجالات غير التقليديه في جذب الاستثمارات، منها الصناديق الاستثمار وصناديق المعاشات والقطاع الخاص الدولي، و يعني المليارات التي يتم استثمارها في العالم ليس فقط خلال المؤسسات التنمويه، ولكن خلال بعض الصناديق او اليات الاستثمار في العالم. نحن نسعى لاستجابتها للقاره، وانشانا بالفعل اليه اسمها افريكا 50 او افريكا 50 لهذا الهدف تحديدا. شكرا جزيلا لك الدكتوره اماني، اتفضلي. يعني اتفضلي فندم. ان هو يعني صندوق او افريكا 50 هي مبادره عشان التمويل الخاص اللي توجيهه للبنيه التحتيه في افريقيا، فيعني بهذا اللي بيسهم في هذا الصندوق الاتحاد الافريقي او الدول الاعضاء، ولا هناك اسهامات من فاعلين اخرين؟ الاتحاد الافريقي ليس جهه تمويليه، هو جهه سياسيه، ولكن هناك اسهامات يعني عدد كبير من المساهمين، سواء الخاصه او بعض الحكومات او العضو في مجلس إدارة هذا الصندوق، وأيضا البنك الإفريقي للتنمية، والصندوق كما ذكرت بيسعى وكما بالإضافة لعدد من الكبار المستثمرين في القارة الأفارقة، ونسعى لاستجذاب المزيد من المستثمرين الأفارقة للقطاع الخاص الإفريقي والقطاع الخاص العالمي أيضا. شكرا جزيلا لك الدكتورة أماني أبو زيد، مفوض البنية التحتية والطاقة بالاتحاد الإفريقي، منضمة إلينا عبر الهاتف من أديس أبابا. هذا ويواصل وزراء الخارجية الأفارقة اليوم اجتماعات المجلس التنفيذي لوزراء الخارجية التمهيدية لأعمال القمة 32 والتي تستضيفها أديس أبابا. كانت الاجتماعات قد بدأت بالأمس بمشاركة وزير الخارجية سامح شكري، حيث أعلنت وزارة الخارجية أن وزير الخارجية شارك في عدة جلسات لمناقشة التقارير الخاصة بأنشطة الاتحاد الإفريقي، وعلى رأسها تقرير حول الوضع الإنساني في القارة وإقرار عدد من الوثائق القانونية التي سبق وأن أقرت من قبل اللجان النوعية داخل الاتحاد، التي تهدف إلى دعم العمل الإفريقي المشترك، إلى جانب مناقشة تقرير حول نشاط مفوضية الاتحاد الإفريقي. Once you've done that, you can now come here and go to the new building. I'm sure you've all seen it. السفير أحمد حجاج الأمين العام المساعد الأسبق لمنظمة الوحدة الأفريقية ينضم إلينا عبر الهاتف. سعادة السفير، أهلا وسهلا بحضرتك. الانتقال إلى أنماط أكثر رشادة في الحكم، الانتقال إلى بعض الأنظمة الديمقراطية في تداول سلمين للسلطة في عدد كبير من دول القارة الإفريقية، هل كان له مردود حقيقي على التنمية داخل القارة الإفريقية وداخل هذه الدول؟ طبعا وجود عدة انقلابات حدثت داخل المرة الأفريقية والاستيلاء على السلطة بالقوة أثر على عملية التنمية، لأنه أدى إلى تراكم الشلال للنازحين اللاجئين إلى الدول المجاورة، قطع خطوط الاتصالات إلى غير ذلك. ولكن ما فاقم في هذا الموضوع ليس فقط الانقلابات، النزاعات الداخلية داخل الدول التي أدت إلى كثير من المصاعب. الاتحاد الافريقي يواجه مشكله كبيره وهي ضروره الاهتمام بالشؤون الاقتصاديه. اثناء منظمه الوحده الافريقيه كان التعويل كله على تحرير بقيه القاره الى غير ذلك، ولكن التحدي الاكبر هو اقامه منطقه تجاره حره في القاره الافريقيه، واعتقد ان هذه الاتفاقيه التي وقعت بالاحرف الاولى او تمت الموافقه عليها في كيجالي من العام الماضي سيتم التصديق عليها خلال الشهر القادم في أديس أبابا. هل هناك أفق ملائم؟ هل هناك بنية تحتية تشريعية وبنية تحتية على مستوى الإنشاءات داخل القارة الإفريقية تساهم في تفعيل هذه الاتفاقية وأن ترى النور حقيقة عبر ترجمة فعلية لها؟ للأسف لا. لا توجد بنية تحتية تسمح بتفعيل التبادل الاقتصادي بين الدول الأفريقية. طبعا هناك طرق، هناك سكك حديدية، ولكن ليست بالقدر الكافي التي يجعل من القارة الأفريقية قارة تشد أنظار المستثمرين الأجانب، وأيضا لتفعيل التكامل البيني بين الدول الأفريقية. الكثير من البضائع الأفريقية تأتي من الدول الأوروبية أو الآسيوية، ولكن بين الدول الأفريقية نفسها لا زالت 14% فقط من تجارة الدول الأفريقية تتم بين الدول الأفريقية أنفسها، والباقي يذهب الى الدول الاستعماريه. ولذلك فان اعتقد ان الرئيس السيسي ستعالج هذا الموضوع بالدعوه لانشاء طرق طويله من الاسكندريه الى كيب تاون، ادخال السكك الحديديه في عمليات النقل داخل الدول الافريقيه. طبعا كما ذكر هناك مشكله تمويل، ولكن هناك بند على جدول الاعمال لإصلاح جهاز الاتحاد الأفريقي باعتماد أفريقية أكثر مما قبل على مواردها الذاتية. هناك يعني نرى بوادر في الاتجاه العالمي للإخلال من المساهمات الدول الكبيرة للقارة الأفريقية والانشغال بشؤونات داخلية سواء في الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة أو حتى الصين نفسها. لكن ما هي الآلية الأكثر مقبولية التي يمكن أن تعالج هذا الخلل في مسألة تمويل مشروعات مهمة وعملاقة هي ركاز عملية التنمية في القارة الإفريقية، إذا كانت الأمر كما ذكرت حضرتك الدول الكبرى لم تعد تلقي بالا بالقارة الإفريقية تحديدا، لأن الأطماع ربما اختلف نمطها ولم تعد هي تلك الدول التي يمكن أن تقدم إسهامات ابتغاء مرضات الله مثلا للقارة الإفريقية؟ ما هي الآلية المقابلة التي يمكن أن تعالج هذا الخلل في التمويل؟ نحن في العالم الافريقي نتجه كثيرا الى العالم الخارجي لتمويل مشروعاتنا. صحيح. ولكن داخل افريقيا هناك رؤوس اموال كبيره جدا لم يتم الانتباه لديها تبحث عن فرص الاستثمار، وبعد هذه رؤوس الاموال تستثمر في الدول الاوروبيه وحتى الولايات المتحده او الدول الاسيويه. يجب اعطاء هذه النسبه، قد لا تكون كبيره او كافيه، ولكن اعتقد انها ستكون بادره مشجعه. البنك الدولي يستطيع ان يقوم بدور كبير في هذا الموضوع، وكما ذكرت المتحدثه السابقه بنك التنميه الافريقي يقوم بدوره، ولكن يجب الاتجاه لرؤوس الاموال الافريقيه نفسها في عمليه التمويل. اذا كان الحديث عن عمل افريقي جامع يمكن ان يعالج هذه التشوهات او هذه الانماط من الخلل المرتبط بتمويل بعض المشروعات المرتبطه بالبنى التحتيه مثلا، هل يمكن الالتجاء لمسارات اخرى ثنائيه او ثلاثيه بين دول القاره الافريقيه ومن ثم يمكن ان ينسحب الامر بشكل اوسع نطاقا، ولا هذه مساله قد تكون قاصره سعاده السفير؟ لا بالعكس، دي طريقه نموذجيه، واعتقد ان مصر متنبهه لهذا الموضوع وبدات بالفعل مباحثات مع بعض الدول مثل الصين والمانيا وفرنسا لإقامة تعاون ثلاثي بين مصر ومثل هذه الدول على إقامة مشروعات لخدمة القارة الأفريقية. أعتقد أن ذلك سيعطي اطمئنانا أكثر للدول المستثمرة الخارجية، وسيؤدي أيضا إلى نقل الخبرة المصرية إلى القارة الأفريقية وانشغالها بالقضايا الأفريقية أكثر من الدول الأخرى. سعادة السفير، أنا استرعى انتباهي وحضرتك تتحدث عن التجارة البينية بين دول القارة الإفريقية وثروات القارة الإفريقية، أن الجزء الأكبر والشطر الأعظم من هذه التجارة ومن هذه الثروات إنما تذهب بحسب تعبير حضرتك للدول الاستعمارية. هل لا يزال الاستعمار يمارس بحق القارة الإفريقية حتى وإن بأشكال مختلفة، ولا ولت الحقبة الاستعمارية وانقضت إلى غير رجعة؟ لا، هناك بعض طبعا هناك نفوذ لا زال للدول الاستعمارية، ولكن بحكم العادة الدول الأوروبية كانت تستثمر في المناجم في المعادن، وهذه لها سوق كبير في الدول التي كانت تستعمر، ولها استثمارات كبيرة أيضا في هذا الموضوع، خاصة في الكونغو، في جنوب أفريقيا، في زيمبابوي إلى غير ذلك. فيجب أن إقامة التعاون الثلاثي كما ذكرت من قبل، واتجاه حتى رؤوس الأموال الأفريقية للاستثمار في المناجم. يعني الصين التي كانت بعيدة عن أفريقيا بدأت تستثمر في البترول في جنوب السودان أو في أنغولا وتستفيد وتفيد. سعادة السفير، تحول وضع القارة الإفريقية من تلك الدول التي تبتلع بفعل الأوبئة وبفعل المخاطر الطبيعية وبفعل الاحترابات الداخلية وبفعل الصراع على السلطة، تحول هذا الوجه إلى دول ربما تعيش حقب أكثر استتبابا، أكثر انضباطا على مستوى البيئة الأمنية. ما الذي تغير من واقع القارة الإفريقية ما بعد هذا التغير الذي شهدته؟ هو عملية الانقلابات العسكرية في أفريقيا قلت كثيرا عن ذي قبل. لا زال هناك بقايا للصراعات الداخلية، مثلا في الصومال، في الكونغو، أو في بعض المناطق الأخرى. هناك قوات لحفظ السلام سواء كانت أفريقية أو دولية. نعم. ومصر من الدول الكبيرة التي تشارك في القوات الدولية أو قوات حفظ السلام الأفريقية. يعني هناك وعي أكثر بضرورة إدماج الشعوب في أنظمة الحكم، يعني ليست حكم سلطوي أو أفراد معدودين، ولكن يعني الموضوع البنية الأساسية يجب أن يكون للشعوب رأي في إقامتها، بل وأيضا في السعي لتمويلها. فأعتقد لكن في الجزئية السابقة سعادة السفير اللي حضرتك أشرت إليها المرتبطة بزيادة مساحة الانقلابات العسكرية، وبأن هناك بعض حكام القارة الإفريقية كانت تؤدي أدوار بنيوية وظيفية لبعض الدول الاستعمارية الكبرى بين قوسين، تغير هذا النمط من الحكم لنمط حكم أكثر رشادة، لدول أكثر استتبابا، لدول لا تعرف الاحترابات الداخلية إلا فيما ندر. ما الذي تغير في نظرة الدول الاستعمارية بين قوسين لهذه الدول ما بعد تغير واقعها؟ لأن العالم أصبح الآن نافذة مفتوحة، لا يمكن التقوقع داخل الدولة وممارسة سلطة الحكم دون رقابة داخلية طبعا أولا، ودون شفافية خارجية. يعني لم يعد في مقدور أي حاكم مستبد أن يستمر في استبداده دون أي حساب خارجي أو حساب داخلي. شكرا جزيلا لك السفير أحمد حجاج، الأمين العام المساعد الأسبق لمنظمة الوحدة الأفريقية، منضما إلينا عبر الهاتف. تعد المبادرة المصرية لإنشاء صندوق ضمان مخاطر الاستثمار واحدة من بين أهم المبادرات التي تتبناها القيادة السياسية المصرية ضمن أجندة ترأس مصر للاتحاد الإفريقي، وذلك من أجل تشجيع المستثمرين المصريين والأفارقة لتوجيه استثماراتهم بداخل القارة الإفريقية وتنفيذ أجندة التنمية الإفريقية 2063. انتخاب مصر لرئاسة دورة الاتحاد الإفريقي في 2019 لم يأتي من فراغ، بل جاء تقديرا لدورها المشهود في دعم القارة الأفريقية وخصوصا عمليات التنمية، واستكمالا لسجلها الحافل في دعم التنمية بالقارة. ستعمل مصر خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي على دعم أجندة أفريقيا 2063 من خلال تحقيق الأهداف الرئيسية للأجندة، وهي التنمية المستدامة والقضاء على الفقر وفق الجدول الزمني المحدد. المسؤولية التي تشعر بها مصر تجاه القارة تبدأ من الرئيس السيسي الذي أعلن عن إنشاء صندوق ضمان مخاطر الاستثمار في أفريقيا بهدف تشجيع المستثمرين المصريين لتوجيه استثماراتهم للقارة. وخلال منتدى أفريقيا 2018 أعلن الرئيس التفاوض مع المؤسسات الدولية لدعم البنية الأساسية بالقارة، ومن ذلك الإسراع في الانتهاء من طريق القاهرة كيب تاون لدمج أقطار القارة وتوسيع حركة التجارة بين بلدانها. إنشاء صندوق ضمان مخاطر الاستثمار في إفريقيا، وذلك لتشجيع المستثمرين المصريين لتوجيه استثماراتهم لإفريقيا والمشاركة في تنمية القارة والاستفادة من الفرص الهائلة المتوفرة في قارتنا. التفاوض مع المؤسسات الدولية شركاءنا في التنمية لدعم البنية الأساسية ركيزة التنمية الحقيقية، ومن ذلك الإسراع في الانتهاء من طريق القاهرة كيب تاون، وذلك لدمج أقطار القارة وتوسيع حركة التجارة بين بلداننا. وعرفانا لدورها خصوصا في مشروعات الري، تم إسناد إنشاء مشروع سد لتوليد الطاقة الكهرومائية في حوض نهر الرفيجي بتنزانيا إلى شركة مصرية بقيمة 2,900,000,000 دولار. وخلال احتفالية بتنزانيا لتوقيع إنشاء السد، أعرب رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عن أمله أن يكون سد تنزانيا بوابة للتعاون بين البلدين. إن شاء الله هيبقى فيه هناك فرص لمشروعات تتم بالشراكة ما بين الحكومة المصرية مع الحكومة في الدول الأفريقية وأيضا مع القطاع الخاص. والحقيقة القطاع الخاص بيلعب دور مهم جدا 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 في أفريقيا وتواجد أفريقيا. ولما نشوف يعني لما سيادة الرئيس أعلن إن إحنا كمصر بتساهم حاليا في مشروعات بأفريقيا بتصل جملة استثماراتها إلى ما يقرب من 10 مليار دولار، الجزء الغالب منها لو هنشوف هيبقى هو القطاع الخاص. وده مرة أخرى بصورة أخرى عودة لقوة مصر الناعمة إلى أفريقيا. الدعم التنموي لمصر تجاه القارة يأخذ أشكالا أخرى، منها مكافحة الفساد، فقد قرر الرئيس السيسي تفعيل نشاط الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد مع تقديم 250 منحة تدريبية للكوادر الأفريقية العاملة في مجال الوقاية من الفساد. من جانبها أطلقت الأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب عدة برامج تدريبية خاصة بالقارة، أبرزها البرنامج الرئاسي لتأهيل للشباب الأفريقي للقيادة، ويتضمن لقاءات حوارية مع متخذي القرار لبحث التحديات التي تواجه القارة. أيضا الرقابة الإدارية استضافت أعضاء المجلس التنفيذي لاتحاد هيئات مكافحة الفساد لدول القارة الأفريقية لبحث إعداد وإصدار الخطة الاستراتيجية للاتحاد 2019-2022 والإعداد للمؤتمر الرابع للجمعية العامة المقرر انعقاده بالقاهرة. إذا كنتم ترغبون في تغيير وجه القارة الأفريقية، فالاتحاد الإفريقي كقيادة تستطيع أن تعمل وتدرس بشكل مركزي لمشروع عملاق لبناء بنية أساسية على مستوى القارة. هذا المنتدى منبرا مواتيا لتأكيد أهمية تعزيز أطر التعاون الإفريقي متعدد الأطراف والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية وتوفير مزيد من فرص العمل لأبناء هذه القارة، وكذا بحث سبل تطوير البنية التحتية وتوسيع قاعدة النشاط الاقتصادي، وهي العناصر التي تأتي جميعا ضمن أولويات رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي عام 2019. الوقت أنا بعتبره في تقديري عامل حاسم جدا جدا لابد من وضعه في الاعتبار كتحدي من التحديات اللي احنا في إفريقيا وفي مصر. أنا أتصور إن الأمن والاستقرار استثمار. إذا لم تستقر هذه القارة والأمن فيها معدلاته عالية، هذا الأمر سينعكس بالسلب علينا كلنا. ما تسيبوش بلاسكم، خليكم موجودين معانا، انتوا تقدروا تعملوا هتعملوا. تابعنا ايضا مع حضراتكم تسليط الضوء حول اجنده مصر خلال ترأسها الاتحاد الافريقي، والتي ستنطلق بدءا من يوم الاحد المقبل. الرئيس عبد الفتاح السيسي اذا سيتسلم ترأس الاتحاد الافريقي من الرئيس الرواندي بول كاجامي، وهناك زيارات كانت متبادله للرئيس عبد الفتاح السيسي الى العاصمه الروانديه كيجالي والتي التقى فيها الرئيس بول كاجامي، وزيارات اخرى ايضا قام بها الرئيس الرواندي الذي يترأس دولة تعد نموذجا من بين أهم نماذج دول القارة الإفريقية التي أسهمت بشكل واضح وجلي في التنمية داخل هذه الدولة وداخل القارة بشكل عام. رواندا التي كانت مصدرا للقلق لكل محيطها القاري تحولت إلى دولة تعد نموذجا رائدا في مجال التنمية داخل الدول الإفريقية. لازلنا مع حضراتكم إذن في إطار هذه المتابعة. الآن نتابع جانبا من التطورات المرتبطة كذلك بالجانب الإفريقي، وكذلك بعض التطورات الأخرى المرتبطة بتظاهرات تشهدها دول عدة حول العالم وعدد من العواصم الغربية الأخرى، تزامنا مع احتفالات إيران أو ما يقال عن إيران في هذا الشأن. لكن قبل أن نتحول إلى تطورات الأوضاع في إيران، سنظل أيضا مع حضراتكم في إطار هذه المتابعة المستمرة لترأس مصر لقمة الاتحاد الإفريقي لهذا العام. السفير علي الحفني مساعد وزير الخارجية الأسبق ينضم إلينا عبر الهاتف. سعادة السفير، أي القضايا ستكون أكثر إلحاحا والقضايا كبيرة للغاية التي ستطرح على أجندة الزعماء الأفارقة للنقاش، لكن أي القضايا يحظى بقدر أكبر من المعقولية والمقبولية لكي يعالج؟ القضايا اللي بترتبط بالتحديات الرئيسية اللي بتواجهها القارة الأفريقية في الوقت الحالي واللي بتنسجم مع التطورات اللي بتشهدها القارة على مستوى القارة، وبالذات في عدد من الدول اللي شهدت طفرة اقتصادية لأنه ملقى على عاتقها عملية نشر هذه الثقافة الجديدة، ثقافة الاعتماد على الذات وضرورة التكامل داخل القارة الأفريقية. عندك دول زي مصر، إثيوبيا، تنزانيا، كينيا، السنغال، كوت ديفوار، غانا، دول حققت طفرة في مجال التنمية، وبالتالي هناك فكر جديد بيفرض نفسه، وده بيرتبط بآليات جديدة، ثقافة جديدة وآليات جديدة بيتم أخذها في الاعتبار سواء على مستوى الاتحاد الأفريقي أو على مستوى الحكومات. يجب نشر هذه الثقافة الجديدة لأنه زي ما السيد الرئيس كان أشار في مناسبة مؤخرا إلى أنه عامل الوقت مهم جدا، ويجب أن تسرع القارة الأفريقية في أنها توظف كل الإمكانيات اللي موجودة داخل القارة، وخاصة من خلال القطاع الخاص، وهو مهم جدا داخل القارة، إنما أيضا اعتمادا على المعونات اللي ممكن الحصول عليها من مؤسسات التمويل الدولية بشكل عام. ما الذي يقلل نوعا ما من وتيرة استثمار القطاع الخاص داخل أشكال وأنماط الاستثمار المختلفة داخل القارة الإفريقية؟ يعني قد نجد استثمار أجنبي داخل القارة الإفريقية صحيح، لكن استثمار أبناء القارة الإفريقية في داخل قارتهم يبدو أقل إلى حد بعيد. سعادة السفير، لماذا برأيك؟ الاستثمار الأجنبي موجود بقاله فترة طويلة في القارة الأفريقية. الاستثمار الأفريقي هو شيء استجد ويملك إمكانيات جبارة يجب توظيفها، انما مفيش شك انه في اشكاليات هيكليه واشكاليات خاصه ببنيه معلوماتيه وضروره التوجه للتجاره الالكترونيه لتعزيز التبادل التجاري بين الدول الافريقيه، بحيث انه نشهد تصاعد في نسب التجاره البينيه، لانه ما زالت التجاره البينيه داخل افريقيا متواضعة جدا بالمقارنة بتجارة أفريقيا مع العالم الخارجي. وبالتالي طيب، هذه الجزئية سعادة السفير، هذه الجزئية مرتبطة بضعف البنية التحتية المسهلة لعملية التجارة البينية بين دول القارة الإفريقية، ولا مرتبطة بسياسة حمائية وبتشابه أشكال الإنتاج داخل دول القارة الإفريقية؟ مرتبطة بعدم مناسبة الهياكل اللي موجودة في الوقت الحالي في الدول الأفريقية. يجب إعادة النظر ويتم إعادة النظر. شوف، مش مهم التحديات اللي بنواجهها، مش مهم المشاكل اللي احنا بنواجهها، اللي اهم هو انه في اراده سياسيه على مستوى الزعامات، وخاصه عدد من الزعامات اللي بتشهد دولها طفره كبيره في الوقت الحالي بيقع عليها عاتق انها تجذب معاها الدول الاخرى وتجعلها تتبنى هذه الثقافه وهذا الفكر الجديد اللي بيعتمد على ضروره تحول اقتصاديات السوق والانفتاح اكثر واحكام الرقابه اكثر على الحدود، وده ايضا بيرتبط بحاله الامن والسلم في القاره الافريقيه. احنا في مصر اخذنا مبادرات كثيره على امتداد الاعوام الاربعه الخمسه الاخيره، وهي مرصوده وبيتم الاشاده بيها داخل افريقيا بحيث ان يبقى في عندنا احكام رقابه اكثر في ظل مناخ نشاط غير معهود للمنظمات الارهابيه واستخدام العنف وانتهاك الحدود بين الدول الافريقيه بعضها والبعض الاخر، جريمه منظمه بتمثل برضو احد العوائق، تجاره غير مشروعه في السلاح، المخدرات، تجاره البشر الى اخره. طب هذا قد يقود الى سؤال قد يبدو اكثر اولويه في ان يطرح، هل سيكون التحدي الامني هو التحدي الاهم الذي يتعين ان يطرح امام القاده الافارقه في نقاشاتهم، ولا قضايا التنميه والارتقاء بالعنصر البشري في القاره الافريقيه قد يكون له الصداره وفق هذه الاولويات؟ الاثنين على حد سواء، الاثنين مرتبطين ببعض، عشان كده في كل قمه افريقيه، وهنشهد هذا في هذه القمه، انه موضوع تحقيق السلم والامن وتعزيز السلم والامن داخل القاره الافريقيه ومكافحه الارهاب ومكافحه العنف ومكافحه كل مظاهر عدم الاستقرار مطروحه وبشده، الى جانب الحاجه الى تطوير ادائنا والياتنا فيما يتعلق بتغيير الاوضاع الاقتصاديه والاجتماعيه داخل القاره. وبالتالي هم قضيتان مركزيتان تحتل الأولوية وتجدها في كل قمة، وهتجدها موجودة بالفعل. واحنا تابعنا امبارح في اجتماع المجلس التنفيذي كان في تناول لهذه الموضوعات وما يرتبط بيها، وخاصة من الهجرة القسرية وملايين من البشر اللي نزحوا من دولهم بسبب نزاعات قبلية، نزاعات بين دول، وبالتالي هذه الاوضاع بتعيق عمليه التنميه. فالقضيتين مركزيتين مرتبطتين ببعضهما، ومن هنا بنجد انه السيد الرئيس تناول هذا الموضوع وهذا الارتباط في اكثر من مناسبه في الاونه الاخيره، ومصر بتحاول انها تدلو بدلوها على اساس ان هي عندها تجارب ناجحه ممكن تفيد بيها الدول الافريقيه. انما الاهم من الافاده هو ان يبقى في مزيد من التعاون، مزيد من تبادل المعلومات، ونبقى واعيين الى اننا بنواجه مصير واحد ومشترك داخل القاره الافريقيه. سعاده السفير، كفاءه اي اتحاد او اي منظمه اقليميه او دوليه في اداء عملها يكون في اوقات كثيره موقوف على القدرة المالية لهذه المنظمة في أن تطلع بمهامها وأن تؤدي دورها. هناك بعض المشكلات التي يتحدث عنها البعض مرتبطة بما تسهم به الدول الأعضاء في ميزانية الاتحاد الإفريقي، وأن المسألة يتعين أيضا معالجة التشوه الذي بات يعتريها. إلى أي مدى هذه القضية سهلة أو يسيرة الحل أو يمكن أن تسبب بعض الإزعاج؟ ده أحد الملفات الأساسية اللي كانت مطروحة في اجتماعات المجلس التنفيذي، وهتجدها في كل اجتماع المجلس التنفيذي أو القمة الأفريقية. ده موضوع قديم جديد، انما بيتم البحث بشكل مستمر عن اساليب جديده للتعامل مع، ما نقدرش نعتمد فقط على ادواتنا داخل القاره الافريقيه، انما يجب ان نستمر لفتره قادمه في اننا نعتمد ايضا على شراكات افريقيا على المستوى العالمي ودور مؤسسات التمويل الدوليه. الموضوع ما هواش سهل، بيمثل تحدي، انما في اراده سياسيه على مستوى الاتحاد الافريقي والزعامات الافريقيه في مواجهه هذا الموضوع بحزم، لانه ما نقدرش نستمر في اننا نرى انه ميزانيه الاتحاد الافريقي اكثر من 50% بيجي من مصادر خارجيه. يجب ان يبقى في مصادر تمويل ذاتيه، وعندنا امكانيات وعندنا افكار وعندنا شباب النهارده بيطرح مبادرات جديدة ويتم الاستفادة منها. المستقبل واعد في هذا الموضوع، انما طبعا لازم نبقى واقعيين وناخد في الاعتبار انه مستويات النمو في الدول الافريقية ما هياش واحدة، وبالتالي هناك دول ما عندهاش الامكانيه. عشان كده امبارح كان بيتم التحدث عن الحدود القصوى والحدود الدنيا لتمويل كل دوله افريقيه في حجم ما تسهم به الدوله الافريقيه في ميزانيه الاتحاد. اشكر حضرتك شكرا جزيلا السفير علي الحفني مساعد وزير الخارجيه الاسبق منضما الينا عبر الهاتف. بقي فقط ان ننوه الى ان الامين العام للجمعيه العربيه احمد ابو الغيط ينتظر ايضا ان يتوجه الى العاصمه الاثيوبيه اديس ابابا لحضور هذه الاجتماعات. ينتظر ايضا خلال هذه المشاركة أن يتحدث بكلمة أمام الرؤساء والزعماء الأفارقة في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجماعة العربية ومنظمة الاتحاد الإفريقي. موعد إخباري جديد أعود وألتقي حضراتكم عند رأس الساعة بإذن الله.